everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد. موضوع اليوم أنا أسميه خلاصة الخلاصة. يعني ما هو خلاصة الخلاصة؟ بعض الناس يريدك أن تختصر له اللغة الإنجليزية أو جميع مهارة اللغة الإنجليزية بأقل عبارات ممكنة حتى يفهم اللغة الإنجليزية دون تشتت. يعني ما يعني التحدث، اعطينا مهارة التحدث في اللغة الإنجليزية، اختصر لي. يعني أريد أن أختصر، أريد أن أتحدث في أقصر وقت ممكن. يا سيدي العملية بسيطة، سأجيبك عليها في أقل من دقيقة. كل مهارة سأجيبك إن شاء الله عليها في أقل من دقيقة. تريد أن تتحدث الإنجليزية بأسرع وقت ممكن، احفظ أكبر قدر ممكن من الأسئلة والجمل، ثم قم بتغيير كلمة واحدة في السؤال أو في الجملة ومارسها، وستجد فرق كبير جدا. يعني عندك سؤال احفظه إلى أن تتقنه، ثم غير كلمة واحدة في السؤال هذا، ستجد أنك صنعت عدة أسئلة. إذا حفظت 50 سؤال وغيرت في كل سؤال كلمة أو كلمتين في السؤال واحد، يصبح معك 500 سؤال. إذا معك مثلا جمل حافظها I like كذا، غير هذه الكذا إلى أكثر من جملة، ستجد نفسك أنك تتحدث الإنجليزية بسرعة. وأختصر لك إياها، يدخل في قناتي واكتب السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام. هناك 4 أو 5 فيديوهات تحدثت عنها على هذا الموضوع، سيفيدك جدا. هذه المحادثة باختصار. شوف، ما كثرتش كلام. تريد تتحدث بسرعة؟ أجبتك على الموضوع. طيب اختصر لي موضوع القراءة، الريدينج. أنا عندي مشكلة في القراءة. يا سيدي القراءة اختصر لك إياها باختصار، أنت تحتاج أن تبدأ أن تقرأ بحسب مستواك. لا تحاول أن تقرأ أشياء متقدمة عليك. أنت ضعيف في الإنجليزية وتفتح قصص أو كتب أنت في الثانوية وأنت لا تعرف الأساسيات. فعشان تفهم الكتاب إذا أنت في الثانوية وتجد مشكلة في القراءة، فاعرف أن أساسياتك في القراءة تعبانة. فتعود أن تقرأ الجمل البسيطة، وهناك قصص وهناك كتب أو قطع للبيجنرز. أنت لو كتبت مثلاً reading for beginners في جوجل، ستأتيك مثلا قطع صغيرة I am فلان، I like كذا، I don't like كذا، أحب كذا، I have a car، I can swim، I play، I played، I will play. جمل قصيرة. عندما تتقنها ابدأ انتقل للمرحلة اللي بعدها واللي بعدها. وعشان أحل لك مشكلة القراءة أيضا، اعرف يعني أنواع. مثلا هناك مثلا زي الجيت، مثل الهاف، مثل اللوك. هذه يا سيدي كل واحدة منهم يختلف معناها، يمكن يوصل إلى 10 معاني على حسب ما يأتي بعدها. يعني get in، get in يدخل، get out يخرج، get up يستيقظ، get on يصعد، get off ينزل من على الباص مثلا، get away يهرب، get يأتي بعد اسم يحصل على get، إذا إجت بعدها صفة يصبح. الهاب أيضا نفس القصة، واللوك نفس القصة. أنا أنزلت عليها دروس، ابحث عليها في قناتي، اكتب الكلمات أكثر كلمات استخداما، ستجد هذا الموضوع. هذا يسهل لك القراءة، هذا القراءة باختصار. وتحتاج أنك تتدرب من البداية كما أخبرتك، ثم تتدرج وتفهم هذه المواضيع. وإذا كنت تتحدث على المستوى المتقدم، فأنت تحتاج أن تدرس حاجة في قناتي، اشتقاقات الكلمات مع مراد. اكتب اشتقاق الكلمات مع مراد في اليوتيوب، سيظهر لك موضوع رائع جدا. أنا بتكلم هذه المرحلة المتقدمة. النطق، اختصر لنا النطق. يعني ما هو النطق؟ البرونانسيشن، البرونانسيشن اللفظ أو النطق. أريد أن أحسن نطقي، أنا مضروب في نطقي، أنا لا أعرف أن أنطق يا أستاذ مراد. النطق يا سيدي هي عملية بسيطة، اكتب في اليوتيوب النطق مع مراد أو كيف تقرأ أي كلمة مع مراد. ستتدرب على موضوع الـ PH، أنه ينطق فاء، الـ CH أو الـ SH، الـ GH لا ينطق، ينطق فاء آخر الكلمة. هناك تدريبات تحدثت عنها. لا هذا المواضيع كلها يا أستاذ أنا أعرفها. إذا أنت تعرفها، إذا هناك عندي فيديوهات كيف تقرأ يعني كلمات وكيف تقرأها. حتى أنه كان جميل جدا أن أعطيك أسماء أشخاص، أحمد ومحمود وفاطمة، كيف تكتبها باللغة الإنجليزية، وهو تدريب للمبتدئين. وهناك تدريبات للمتقدمين. طبعا النطق مهم جدا أنك تفهم أنه أنت محتاج تقارن ما بين اللكنة النطق الأمريكي والبريطاني، هذا لا يخربطك. فلذلك عندما تدخل في القاموس في جوجل، اكتب كامبريدج ديكشنري، كامبريدج ديكشنري، ديكشنري
إذا كتبت مباشرة في جوجل سيأتي، ستكون الكلمة أمامك، وهنا يعني ميكروفون، هذه الكلمة، هنا ميكروفون النطق يسمى لليو كي البريطاني، وهنا ميكروفون لليو اس للأمريكي. فأنت تستطيع أن تضغط على هذا الميكروفون تسمع نطق الكلمة أمريكي وبريطاني، يعني لا يوجد إشكالية، وقارن نفسك معها يعني نطقهم، يعني تدرب على نفس النطق. طب اختصر لي الاستماع. الاستماع يا سيدي أيضا نفس موضوع القراءة، تحتاج أن تتدرج في الاستماع، يعني لا يعقل أنك تستمع إلى محادثات سريعة وطويلة ولا تقول أنا مش هفهم. أكيد أنت محتاج أن تسمع جمل قصيرة، يعني محادثة ما بين شخصين وببطء. وهناك فيديوهات أنا سبق ونصحت فيها لدروس اسمها Side by Side Lessons على اليوتيوب، يدخل عليها، هي طبعا لها حقوق، يعني حتى هذه الفيديوهات اللي في اليوتيوب هي مخترقة للحقوق، يعني لأن ليست شركة Person Education، يعني هي شركة أنا لا أستطيع أن أنزلها في قناتي، أتمنى، لكن سيغلق قناتي لأني كتب كويسة. لكن هذه السلسلة رائعة جدا، أنك تسمع محادثات قصيرة وبطيئة لحد ما. هاي جود مورنينج، هاي جود مورنينج، انتهت المحادثة، ركز، أنت تحتاج تأخذ هذه المحادثة. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. محادثة ثانية. Have a nice day. You too. وأنت أيضا. يعني محادثات قصيرة. أنت تبدأ تسمع هذه المحادثات القصيرة وإذنك بتعيدها مرة بعد مرة. ثم تنتقل لمحادثات أطول شوية. Hi. Good morning. How are you? والثاني يجيب عليه. Hi. Good morning. I'm fine. Thank you. And you. وأنت. Where is John? أين هو جون؟ He's in the kitchen. What is he doing? ماذا يعمل؟ He's eating breakfast. وتنتهي المحادثة. وتتدرب على مثل هذه المحادثات. ثم محادثات أطول أطول. الليسنينج عندك محتاج التدريج، التدرج في الاستماع. وبالطبع تحتاج أنك يكون عندك عدد كلمات أكثر. ومن أين أحصل على الكلمات؟ من القصص. من القصص. وأنصحك حتى يكون الاستماع عندك سهل، تفهم الأمريكان، اكتب في اليوتيوب، هناك دروس أنزلت كيف تتحدث الإنجليزي مثل الأمريكان، أو كيف يعني اختصارات النطق مع مراد، اختصارات النطق مع مراد. اختصر لنا طيب موضوع الكتابة يا أستاذ. الكتابة، أريد أن أكتب، أنا تعبان ضعيف. نفس القصة، أنت مطلوب منك أن تكتب باراجراف. باراجراف صراحة فقرة، يعني قطعة تكون طويلة. لذلك أول شيء تدرب أن تكتب جمل بسيطة، يعني تدرب على ضمائر الفاعل I وهي وشي وإت ويو وذي وي. هؤلاء اتقنهم، يعني حاول تعمل 100 جملة، 10 جمل على الآي، 10 جمل على هي، على شي، لأن هؤلاء هي أكثر جمل المستخدمات في اللغة الإنجليزية. بعد أن تتقن يعني كتابة الجمل هذه آي وهي، أنت ستحتاج فقط كلمات بسيطة، وابدأ بالجمل التي أو الكلمات القصيرة، مثلا 3-4 حروف، مثلا I am علي، I like، أنا أحب، مثلا I like، أنا أحب ميوزيك، الموسيقى. البعض يقول أنا لا أعرف أكتب ميوزيك. وأنت الآن عشان تتدرب على الكتابة تذهب إلى جوجل، اكتب موسيقى، يعني اكتب من اللغة العربية، ترجمة من العربية الإنجليزية، اكتب موسيقى، ستأتي كلمة ميوزيك، انقلها واكتبها في الدفتر عندك. مرة بعد مرة لن تحتاج أن تنظر إلى القاموس، لكن أنك تتوقع أنك أنت مباشرة ستأتي يوم وتجد نفسك تعرف تكتب ميوزيك وديكشنري وكامبريدج ومش عارف إيه، لا مش هتعرف. أنت تحتاج أيضا تبدأ بالتدرج. اتقن الجمل القصيرة، ثم انتقل إلى الجمل الطويلة، ثم انتقل إلى الجمل مربوطة، يعني أدوات الربط but to because so when، هذه تعلمك توصل إلى مرحلة إتقان الكتابة ككتابة باراجراف. طب اختصر لنا موضوع الكلمات. أنا عندي مشكلة في الكلمات، الكلمات مشاكلها كثيرة، لكن أنت أفضل طريقة لك أنك أنت شوف، لما يأتي بعضهم يقول أنا أسمع أنه كل يوم يا أستاذ حددت لي أحفظ لي يومياً 4 كلمات، 3 كلمات، 5 كلمات، في الشهر 150 كلمة، في السنة. يا طريقتك خاطئة، اسمع مني، طريقتك خاطئة. أفضل طريقة أنك تأخذ الكلمة من سياق الجملة، يعني احفظ جملة لا تحفظ كلمة، احفظ سؤال لا تحفظ كلمة. يعني وانت بتحفظ السؤال هتكون الكلمات في موقعها وتعرف معناتها على حسب موقعها. نفس الكلام اللي تحدثنا عليه، مثلا زي الجيت،
أنت لقيت الوحدة لو حفظتها ستأتي في القوس معناتها يحصل على، لكن get in يدخل، get out يخرج يستيقظ. فمن سياق الجملة I get up at 6 o'clock تعرف أنه get up معنى أستيقظ. لذلك افهم صح، افهم الكلمة في سياق الجملة. I have عندي، I have to يجب، I have to go يجب أن أذهب. فلابد أن تعرف يعني سياق الكلمة. الشيء الثاني أنك أنت محتاج أنه عشان يعني تطور كلماتك للمستقبل، في حاجة اسمها في قناة اليوتيوب اشتقاق الكلمات مع مراد، هذه للمرحلة المتوسطة وما بعد المتوسطة المتقدمة. يعني كيف تعرف ما معنى يتعلم، تعليم، تعليمي، بشكل تعليمي، متعلم، غير متعلم، أصلها كلمة واحدة. لكن هذا هذه الفيديوهات ستجعل يعني إذا أنت حافظ مثلا نقول مثلا 100 كلمة، ستجعل الدرس هذا يخلي 100 كلمة عندك 500 كلمة أو 600 كلمة. صدقني ادخل وستكتشف. آخر شيء القواعد، أحد يقول اختصر لي القواعد، القواعد أكرهها مش عارف كيف أتعامل معها. يا سيدي أنت بكل بساطة كل ما تحتاجه تعرف الأزمنة الثمانية، يكفي الثمانية الأزمنة اللي هو present simple present continuous past simple past continuous الفيوتشر بنوعيه where you going to والفيوتشر continuous والpresent perfect والpresent perfect continuous. يعني تقريبا هذه الأزمنة أنت كل ما تحتاجه، ومحتاج منك فقط انك انت تغير يعني الازمنه بشكل او باخر، انك تغير الفعل المساعد في السؤال where is where does where do where did where will where have where. هذه يعني موجوده في قناتي، اكتب فقط الازمنه مع مراد. حتى هناك فيديوهات دمجت الثمانيه الازمنه هذه وريحتك منها. يعني الذي يكره ان يدرس المضارع البسيط والمستمر ثمانيه فيديوهات وكل زمن، لا أنا ريحتك، عندي فيديوهات دمجت الأزمنة وبطريقة رائعة جدا. يعني أو اكتب مثلا الأفعال المساعدة مع مراد، الأزمنة مع مراد، اكتب في اليوتيوب ستظهر لك دروس تختصر عليك مشوار طويل أنت في غناء. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، وهو درس خلاصة الخلاصة حتى تفهم الإنجليزية بشكل أوضح وتكون الصورة أمامك واضحة. لا تنسى تشارك الفيديو واضغط لايك إذا عجبك الفيديو، ورابط قناتي الجديدة في الوصف. القناة الجديدة قمت بدمج دروس المستويات المحادثة، المستوى الأول الثاني، دروس النطق، دروس الأزمنة. يعني حتى اللي يريد أنه لا يبحث في القناة ويتعب نفسه، القناة الجديدة تختصر عليك يعني دروس كثيرة قمت بدمجها في فيديو واحد، يعني ثلاثة أربعة فيديوهات في فيديو واحد. فإذا لم تفهم الفيديو الأول بشكل كامل، الفيديو الثاني يسعفك وتمارين على الفيديو الثالث والرابع فتفهم الموضوع بشكل أفضل. شكرا جزيلا، good luck، حظا موفقا، أن سي يسمعكم قريبا، مع سلامة الله.